بتقولي ان بنت خوخه هي اللي بعتاك؟ ايوه يا ست لواحص، هي اللي مدياني العنوان وهي اللي بعتاني وقالت لي. قالت لك؟ قالها اللي وتعب السر بنت بطني. انا بنتي ماتت، خوخه بنتي ماتت من يوم ما هربت من هنا يوم فرحها، حتى ابوها جات له سكته قلبيه مات من معايره اهل البلد لينا. لا اله الا الله، الله يرحمه. تقول لها ابوها مات بسببها وامها غضبانه عليها ليوم الدين، انت فاهم؟ ليوم الدين. يا ست لواحص، ده الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. لا طلع وقطعته، وقطعت صباعي ودراعي كله كمان، ومش عايزه لا دراعي ولا عايزه حياتي كلها. بقولك ايه، اشرب الشاي بتاعك وتفضل روح مكان ما جيت، والسيرة دي انا مش عايزه اسمعها تاني، انت فاهم ولا لا؟ يا ست لواحص، اللي سامح كريم، ودي برضه مهما كانت بنتي. لا مش بنتي، انا بنتي ماتت، بنتي ماتت خلاص، مش عايزه اسمع السيرة دي تاني. اتفضل اشرب شايك ومع الف سلامة مكان ما جيت. بص يا ست لواحص، نعم، استهدي بالله كده واهدي وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا ست لواحص، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، وبنتك بعتلك المبلغ ده عشان لو انت عاوزة أي حاجة انت أو العيال. مبلغ ايه؟ والله أنا ما فتحته ولا عديته. اتفضلي حضرتك افتحي بنفسك وعدي. خوخة بعتني ده؟ أيوة يا حبيبتي يا خوخة، انت لازق قوي كده ليه؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا حلاوي، خوخة بنتي اللي بعت كل ده؟ أيوة يا حبيبتي يا خوخة، شو اللي خليك ليا؟ طول عمرها حنينة، طول عمرها كده، شوف تحب أمها، تحب أمها وتحب أبوها قوي. والله حبيبتي هي كويسه يا اخويا، الحمد لله، وزي الفل كده قوي. يا ان شاء الله يخليك يا رب. اشرب الشاي، اشرب الشاي يا اخويا، وحياه النبي النهارده لازم اغديك واعمل لك تكر بقى. لا لا لا، يا دوب ارجع. ولا يا دوبك ولا حاجه، ده انت النهارده نورتنا. يا نهار ابيض يا اخويا، لا والله ابدا، ده انت نورت الدنيا. يا رب يخليك يا اخويا يا بنتي. الحمد لله الحمد لله، هي كويسه مش كده حبيبتي؟ حبيبتي